ثلاثة أيام من اللقاءات والنقاشات خلال أشغال الندوة العلمية الدولية حول ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي من تنظيم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمراكش. البيان الختامي للندوة أكد على إجماع العلماء المفتين الحاضرين على جعل مضمون الرسالة الملكية بمثابة خارطة طريق للعمل مستقبلاً في خدمة الإفتاء الشرعي المنضبط. البيان شدد على التأكيد على ما جاء في الرسالة الملكية بخصوص التوجيهات المتمثلة في التزام مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالأهداف التي رسمها لها مؤسسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، على رأسها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من المغرب وباقي البلدان الإفريقية الإسلامية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها. ولا شك أن السادة العلماء في إفريقيا سيوفرون كل الجهود المثمرة من أجل تنزيل مضامين هذه الرسالة المولوية السامية التي هي من مهامهم الأصلية من أجل تصحيح صورة الإسلام في المجتمعات ومن أجل نشر الوسطية والتسامح ونبذ العنف في هذه المجتمعات. العلماء الأفارقة الحاضرون أكدوا اعتزازهم بالمشاركة في هذه الندوة باعتبارها مبادرة تعزز التعاون بين علماء القارة للنهوض بمسؤوليتهم في نشر قيم الإسلام السمحة القائمة على السلم والاعتدال. هذه المشاركة نعمة من الله أحمده وأشكره عليها، كما لا أقصر في شكر جلالة الملك الذي أسس جلالة الملك محمد السادس الذي أسس هذه المؤسسة التي حقيقة تحفظ الإسلام في أصله في أساسه، تحفظه من التفرق والتمزق والتشتت والانحراف بتوحيد صف المفتون في كل مناطق العالم الإسلامي وخاصة إفريقيا. هذا الحدث عرف مشاركة أزيد من 350 عالماً وعالمة ينتمون إلى 72 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، يمثلون هيئات الإفتاء والمجالس الإسلامية العليا في هذه البلدان، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في البلدان الإفريقية ونخبة من علماء وعالمات المملكة المغربية.